السلام عليكم يا شباب الحلوين، معاكم مرة تانية مستر جلاد. أنا لما عملت الفيديو بتاع امبارح ما كنتش لسه سمعت كلام المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، ولا كنت أعرف التاريخ، ما كانوش لسه حددهم بالحاجات دي. صحيح هو الفيديو أخد وقت أطول على ما يوصلكم، لأنه في التحميل في اليوتيوب أخد وقت طويل، ما أعرفش ليه. المهم أنا قلت في الفيديو بتاع امبارح إن مجلس الأمن مش هيفيد مصر بأي حاجة. قلت إن إما إن الصين هتاخد حق الفيتو، أو هتمتنع عن التصويت، والغالبية العظمى هتاخد حق الفيتو. اللي اتضح بقى ده كان تفكيري إن هيكون في مجلس أمن وهيعملوا جلسة وهيعملوا تصويت، والصين تقول لأ. اللي أنا سمعته بقى من مندوب الفرنسي في مجلس الأمن إن أصلاً مش هيحصل تصويت، يعني هم هيعملوا اجتماع يوم 8 علشان مصر قدمت وكده، وفي ضغوط على مجلس الامن، لكن مش هيحصل حتى تصويت. يعني كل هيطلع من مجلس الامن قرار ان احنا ما نقدرش نحل المشكله دي، حلوها بينكم وبعضكم. يعني خلاص القضيه اللي يعني بيقول لك الهلال ظهر، يعني هلال رمضان ظهر. يعني انتظار مصر لمجلس الامن، قرار لمجلس الامن، خلاص هو القرار ظهر. مصر عايزة تستنى لحد ما يخرج القرار رسميا بعد 3 4 5 ايام، ماشي. ولكن انا وجهة نظري بقى ان في خلال الخمس ايام اللي جايين دول، لو مصر قررت تستنى شوف مجلس الامن هيعمل ايه، واحنا عارفين اصلا انه مش هيعمل حاجه، ان مصر تجهز نفسها بقى لضرب السد. يعني غير كده يبقى خلاص، يعني مفيش حاجه، مفيش انتظار تاني. كل يوم بيعدي على مصر السد ده بيزيد 100 مليون متر ميه. على يوم 8 ما يجي يمكن يكون بقى فيه 6 مليار خلاص. يعني اي انتظار من ناحية مصر لعدم ضرب السد ملوش اي مبرر نهائي. المفروض من امبارح يكون جاهزين لضرب السد. عايزين تستنوا اليوم 8، ماشي استنوا، بس بشرط ان من النهاردة اليوم 8 تكونوا اخدتم من موافقة البرلمان المصري، تكونوا قلتوا للشركات الخدامة في أثيوبيا تخلي منطقة السد، يعني بحيث إن أول ما يطلع القرار من مجلس الأمن يوم 8 بعدها بدقيقتين السد ينضرب. في ناس سمعت في قنوات بيقولوا إن ممكن الجماعة بتوع تجري هم اللي يضربوا السد. ده ما ينفعش، سد النهضة ما ينفعش يضربه ورا مصر، لأن سد النهضة لازم ينضرب بطريقة معينة. يعني ما ينفعش ينضرب في اي مكان، انا قلت قبل كده لازم ينضرب في الجوانب من فوق الفتحات علشان السد كله ما يقعش. لكن بتوع تجري دول ما افتكرش حتى يقدروا يضربوا السد. يعني هم ما غلبوش، هم بتوع تجري ما غلبوش ابي احمد، ده في دول اجنبيه هي اللي غلبت ابي احمد نيابه عنهم. طبعا الدول دي احنا ما نعرفهاش، انا ما قلتش مصر ولا حاجه، احسن تقولوا عليا ان انا بتهم مصر. لا، هي دول اجنبيه احنا ما نعرفهاش، دول كده جت من الفضاء الخارجي. يعني دلوقتي زي ما بقول للشعب المصري، يعني سمعت ان امبارح حصلت مظاهرات، انا كنت متوقع حاجه زي كده، بس دي مظاهرات بتقول للشعب، بتقول للرئيس اضرب السد. انا اكثر توقع ان يوم 8 او يوم 9 السد ده هينضرب. لو يعني لازم ينضرب، مفيش. هقول لكم على حاجه بقى، ويمكن انتوا عارفين مجلس الامن ما اتخذش اي قرار ليه، او مش هيتخذ اي قرار ليه، لان مجلس الامن عاوز مصر تضرب السد. انا قلت لكم من زمان السد ده فيه عيوب، السد ده ما يتحملش الملء الثاني. طب انتوا عارفين ان مصر، ضرب مصر سد النهضه خدمه لابي احمد، خدمه له. يعني انا نفسي تفكيري ان لو مصر ما ضربتش سد النهضة أبي أحمد هو اللي هيضربه، ويقول مصر ضربته، لأن سد ما يتحملش. أنا متأكد بنسبة 95% إن سد النهضة ما يتحملش إلا 4 مليار متر مية اللي هيجوه، ما يتحملهمش. ده أنا يعني شبه متأكد إن السد ده ما يتحملش يشيل 9 مليار. عشان كده لازم السد ده ينضرب قبل ما يتحط فيه ال 4 مليار التانيين. ما ينفعش، يعني نفترض إن مصر ما ضربتش، ده جدلا، يعني جدلا هي هتضرب، بس انا بقول لكم سيناريو، يعني بقول لكم لو مصر ما ضربتش والميه جت
ابي احمد هيفتح البرابخ اللي تحت علشان السد ما يتمليش 9 مليار. ليه هيفتح البرابخ؟ عشان لو السد وصل طول 9 مليار هيقع ويدمر السودان. فضرب سد، ضرب مصر، او هيقول ان، او هو نفسه يضرب السد ويقول ان جبهه التحرير التجاري اللي ضربته. بس في الحاله دي برضه مش هيبقى شكله ضعيف، الشعب هيجي عليه يقول له ازاي مش قادر تحارب جبهه التحرير التجاري، ازاي تخلي جبهه التحرير التجاري تضرب السد. فمفيش منقذ، مفيش منقذ لابي احمد غير ان مصر تضرب السد. خدت بالكم؟ يعني لو جه الفيضان وفتح البنابخ هتبقى فضيحه له، والشعب الاثيوبي المتخلف عقليا هيعرف باليقين ان السد فيه عيوب ولا يتحملش اي ميه تاني. دي فيها دمار لابي احمد. لو هو اللي ضرب السد نفسه وقال ان بتوع تجري ضربوا السد، برضه دمار لابي احمد. الشعب هيقول له ازاي دوله كبيره زي اثيوبيا مش قادره تمنع تجري، ده احنا منعنا مصر والسودان مش عارفين تمنعوا تجري، برضه دمار لابي احمد. مفيش حاجه تجمد موقف ابي احمد وتجمد شعبيته وتخلي الشعب الاثيوبي يتلف حواليه غير ان مصر هي اللي تضرب السد. بعد كده بقى يبدا يصوت زي ما قلت لكم للعالم كله، ويصوت للشعب الاثيوبي مصر دمرت الحلم الاثيوبي، مصر دمرت كرامه الشعب الاثيوبي، مصر ضيعت فلوسنا، ضيعت مستقبلنا، مصر خربت اثيوبيا. ويقعد يعيط بقى لكل دول العالم ويطلب مساعدات، وطبعا كل دول العالم يعطوا فلوس علشان يبنوا السد. يقولوا خلاص يا عم احمد ما تعيطش، ما احناش عايزين الفلوس دي منك. ويعمل بقى جوه في اثيوبيا جبهه داخليه ضد مصر، العدو الوحش بقى اللي ضيع الحلم الاثيوبي انها هتبقى امريكا بعد ما تبني السد. هم متخيلين كده يعني. انا مش عارف الاثيوبيين، يعني مش عارف اقول جهله ولا اغبياء ولا متخلفين، انتوا وصفوهم بمعرفتكم، بس متخيلين ان السد ده هيخليهم امريكا. مع ان ما يعني السد ده يعني حتى لو طلع كهرباء اثيوبيا مش هتستفيد منها، لو طلع كهرباء مش هيستفيد منها الاثيوبيين في حاجه. ليه؟ لان زي ما قلت قبل كده الناس اللي متابعاني قلت ان الاثيوبيين منتشرين في جميع انحاء اثيوبيا، علشان توصل الكهرباء لكل الجبال دي عايز لك ولا 20 سنه ولا 100 مليار. يعني مش مثلا زي مصر موجودين حوالين النيل، لا ده هم منتشرين في اثيوبيا كلها. ليه؟ لان اثيوبيا كلها جبال، وهم عايشين على وكلها جبال خضراء، فهم عايشين على تربيه المواشي، والجبال فيها الزرع الحشيش مجانا، والميه موجوده في كل مكان، عندهم الميه وعندهم الزرع وعندهم يعني مناظر طبيعيه، فالحيوانات بتاكل ببلاش والميه عندهم مجانا، فهم عايشين على هذا الاساس. واخدين بالكم؟ الحيوانات بتاكل ببلاش وبتشرب ببلاش، عندهم الحشيش والمطره والميه، يعني هم عايشين كده. فمثلهم منتشرين في كل اثيوبيا، فصعب جدا انك توصل لهم اي كهرباء، يعني تقريبا مستحيل. يعني هم ليه اصلا من مصلحه اثيوبيا انها تتقسم تبقى دويلات؟ لان ابي احمد مش هيعرف يوصل لهم كهرباء، فاحسن حاجه يقسمهم دويلات وكل الدويله تبقى مسؤوله عن نفسها. لانه لو قعد في اثيوبيا حاكم لاثيوبيا 100 سنه مش هيعرف ينهض بيهم ابدا، لانهم منتشرين في كل الجبال، هو هيجيب لهم كهرباء منين؟ ومن غير كهرباء مفيش اي حاجه ممكن تحصل. يعني بدايه الحضاره الكهرباء، يعني من غير كهرباء ما مش ممكن حتى تفتح مدرسه، هيذاكروا على اللمبه، مش ممكن حتى يكون معاهم موبايل، تليفون عايز يتشحن. يعني الكهرباء هي اساس كل حاجه. فعشان كده مصلحه ابي احمد انه يخلص من الصداع بتاع اثيوبيا، لان اثيوبيا عامله له صداع، فتقسمها لدويلات كتيره مصلحه له هو، بس عايز يتحكم في اديس ابابا. هي اديس ابابا كلها فيها الكهرباء بتاعتها او معظمها كهرباء، ولما يتحكم في اديس ابابا بعد كده بقى امريكا تساعده، اسرائيل تساعده، بريطانيا تساعده، ينهض باديس ابابا، وبعدين يفضل هو بقى رئيس اديس ابابا مدى الحياه. اما الدويلات الثانيه دي فكل واحده مسؤوله عن نفسها. يعني كل دويله بقى هتعمل اتفاقيه مع الدوله اللي جنبها، تنتمي للدوله اللي جنبها، او كل دويله هتنتمي يعني هتنتمي لدوله. يعني مصر هتاخد بني شنقول، على ما اتوقع اريتريا هتاخد تجري، لان تجري مش هتعرف تعيش لوحدها، هتحتاج مساعده. يعني الدويلات دي لما 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 كل الدويلات بتاعه اثيوبيا تنفصل هيحتاجوا مساعدات، فغالبا كل الدويله هتحتاج مساعده الدوله اللي جنبها، هتبقى بالطريقه دي. او احتمال تاني بقى مصر تساعدهم كلهم وتتحكم فيهم كلهم، دي ما 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 او امريكا تعمل كده، او امريكا تحط في كل دويله واحد مسؤول من عندها عشان تتحكم فيهم كلهم، ده برضه احتمال كبير.
امريكا بريطانيا اسرائيل يتحكموا في الدولات الصغيره دي عشان يضمنوا فيها امان ما فيهاش مشاكل. يعني ده تفكير بعدين يعني، لكن اللي انا اعرفه دلوقتي ان ان لازم تقوم حرب. وفي ناس مش مقتنعين ان مصر هتضرب بحيره من جزيره نورا اللي فارتشا. طيب هنشوف بقى هتضرب منين، من السودان اللي منعه، ولا هنطير على هنطير فوق السودان كلها؟ ما فيش تفسير يعني، هنشوف. انا شخصيا بقول مصر هتضرب من جزيره نورا، ملهاش مش لها اي تفسير تاني غير كده. في حاجه بقى يعني بتخليني استغرب شويه، القنوات بتاعت الانترنت، الناس اللي بيتكلموا زي ما انا بتكلم كده. هل احنا مصريين عندنا اي شك ان حماس عملاء لاسرائيل؟ يعني احنا عرفنا الحقيقه دي ولا لسه ما احناش عارفينها؟ هل في اي مصري مش عارف ان حماس عملاء لاسرائيل؟ تتصور ان في يعني في قنوات لسه بتتكلم على اساس ان حماس اعداء اسرائيل، وقنوات عندهم بمئات الالاف يعني؟ انا مش عارف، هل الناس دي ما بتفهمش السياسه، ولا بس اللي بيجي في الجرايد بيعيدوه خلاص؟ يا جماعه انا بقول للقنوات دي، يا جماعه افهموا، حماس عملاء لاسرائيل، حماس عملاء. ولو اي ومصر كشف القضيه دي كويس قوي، مصر كشف موضوع حماس واسرائيل كويس قوي، عشان كده رقبه حماس ورقبه اسرائيل في ايد مصر. لان قلت قبل كده مصر تقدر تفضح الاثنين، تقدر تدمر الاثنين، تقدر تخلي الفلسطينيين يعلقوا قاده حماس، وتقدر تخلي الشعب الاسرائيلي يهيج على الحكومه الاسرائيليه، وتقدر تخلي الشعب الامريكي يهيج على الحكومه الامريكانيه لما يعرفوا، لما مصر تعلن ان امريكا عارفه ان حماس عملاء لاسرائيل. يعني مصر، هو ايه اللي خلى مصر فجاه كده في الفتره الاخيره بقت مركز قوه؟ لان السيسي ظهر لهم ورقه قال لهم انا عارف فضايحكم كلها، امشوا عيد اللي هفضحكم. عشان كده انا بقول لكم انا خايف على السيسي. المهم اطمنهم يعني، انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان اطمنكم، وعشان اقول لكم شويه اسرار صغيره كده على الماشي. شفت خبر في جريده عربيه اسمها اليوم السابع، بتقول ان جبهه تحرير تجراي دمرت السد اللي هو بيولد كهرباء لتجراي. وانا بصراحه الخبر ده ما صدقتوش، انا قلت ان مش معقول جبهه تحرير تجراي تدمر السد اللي هو بيولد لهم كهرباء ليهم هم. قلت اكيد 100% اللي دمر السد ده هو ابي احمد، هو اثيوبيا، علشان يقطع الكهرباء عن شعب تجراي، منطقي يعني. فقلت اروح اشوف الاخبار، الجرايد الامريكيه بتقول ايه عن الموضوع ده، علشان يعني اتاكد اذا كان فعلا ابي احمد هو اللي دمر السد ده، ولا في ناس منشقين في جبهه تحرير تجراي عايزين يأزم تجراي. فلقيت الخبر مكتوب في الجرايد الامريكيه ان ما بيتكلموش عن سد، بيتكلموا عن كوبري، بيقولوا بريدج، يعني بيقولوا ان جبهه تحرير تجراي، يعني الجرايد الامريكيه بتقول ان اثيوبيا بتقول ان جبهه تحرير تجراي دمروا كوبري، وجايبين صوره للكوبري، كوبري خشب طويل كده. بيقولوا ان الكوبري ده اللي بيوصل مساعدات غذائيه وادويه لشعب تجراي، هو في حاليا حوالي 300,000 من ناس تجراي عايشين في مجاعه يعني. المهم ان اثيوبيا بتقول ان ده كوبري مش سد، ولكن في نفس الوقت برضو اثيوبيا بتقول ان اللي دمر الكوبري ده هم شعب تجراي مش اثيوبيا، ودي مش حقيقه. يعني اللي دمر الكوبري ده اكيد 100% اثيوبيا مش تجراي. فانا وفي صور للكوبري مكسر، وكوبري خشب دليل على ان الحياه في اثيوبيا بصفه عامه فقيره جدا، بدليل ان كوبري خشب اتكسر جاي في الجرايد العالمية والجرايد الأثيوبية على إنه حاجة مهمة هو خشب. والغريب إن يمكن هو ده الكوبري الأساسي اللي بيوصل تجراي للعالم، كوبري خشب هو ده اللي بيوصل إقليم تجراي فيه ملايين من البشر بالعالم الخارجي، كوبري خشب. يعني ما بيمشيش عليه عربيات، بيمشي عليه حمار شايل بضاعة أو البقر أو البهايم يعني، لكن مش عربيات. عملت لكم فيديو صغير يعني، حطيت لكم صور للفيديو عشان تشوفوه. فحبيت اقول النقطه دي علشان اوضح، لان انا سمعت في اكثر من جريده باللغه العربيه بيقولوا ان في سد انضرب، لكن انا شايف انه في كوبري. فما اعرفش بقى
اذا كان السد انضرب تاني جنب الكوبري ولا ايه. ما لقيتش بصراحة، ما لقيتش في سد انضرب. انا يعني عملت قريت كتير ما لقيتش سد، لقيت كله بيتكلم عن كوبري. هوريكم انا الفيديو ده، وانتم اكيد بتسمعوا اكتر مني في الاخبار العربية. يعني حضراتكم شوفوا المقال ده بالانجليزي، وانتوا تتأكدوا انهم بيتكلموا عن كوبري مش عن سد. وحتى هتلاقوا صورة الكوبري، ده صورة الكوبري وهو متدمر قدام منكم، كوبري خشب صحيح. ودي اخبار من اثيوبيا نفسها، وبرضه بتقول ان الكوبري خشب. والحاجة اللي انتوا بقى ما تعرفوهاش واللي انا اتوقعها، ان مصر هتضرب كل السدود اللي اثيوبيا بنياها عشان تمنع الميه عن الصومال وعن كينيا. ده توقعي انا الشخصي، ان كل السدود اللي اثيوبيا بناتها ونشفت بحيره تركانا ونشفت نهر اشبيليه في الصومال، السدود دي هتتهد. ليه؟ لان لما الميه تمشي تاني في نهر اشبيليه وتمشي تاني في بحيره تركانا، هتبص تلاقي هتسمع اغنيه تسلم الايادي، هتسمعها في الصومال وهتسمعها في تركيا وهتسمعها في كينيا. تخيلوا بقى لما صور السيسي تكون منتشره في الصومال وفي كينيا، واغنيه تسلم الايادي تكون في الاعلام الصومالي والاعلام الكيني. والله انا شخصيا بتوقع كده. الناس بقى برضو القنوات الحلوه بتاعه اليوتيوب اللي بيتهموا من السعوديه والامارات انهم بيساعدوا اثيوبيا، وازاي ساعدوا اثيوبيا واثيوبيا ضد مصر. عايز اقول لهم وقلت لهم 100 مره ان الامارات والسعوديه بيساعدوا اثيوبيا بموافقه مصر وبمباركه مصر، وهم كمان اللي هيساعدوا في تكوين جيش مصري اثيوبي في بني شنقول. هيساعدوا في تمويل الجيش ده، لا مصر عندها فلوس ولا اثيوبيا عندها فلوس. يعني هيكون في قاعده عسكريه مصريه اثيوبيه في بني شنقول، هيشتغل فيها ابي احمد، هيشتغل هو، هيبقى الصبي بتاع السيسي. الصبي بتاعه. يعني انتوا فاكرين زمان لما كان في صلاح نصر كان عنده صبي اللي هو الوزير المصري ده، صفوت الشريف بقى وزير. يعني صفوت الشريف ده كان صبي صلاح نصر ايام عبد الناصر، كان مراسله. يعني صفوت يقول له اعمل، يعني مراسله رايح جاي كده. يعني تعرفين يعني ايه مراسله؟ اهو برضو ابي احمد هيكون هو المراسله بتاع السيسي في منطقه في بني شنقول، لان السيسي مش هيقعد له بني شنقول. السيسي عنده مصر، هيحط فيها فريق هيمسك القياده هناك، وهيكون ابي احمد هو المراسله بتاع الفريق ده. عشان لازم يكون في جيش قوي في بني شنقول، اساسه مصر واثيوبيا، وطبعا لازم يكون في قوات من كل الدول اللي حوالين اثيوبيا، علشان الجيش ده يضمن ان القاره الافريقي ده هيكون يعني مأمن، ما فيهوش مشاكل، علشان دول العالم تضمن ان سفنها مش هيحصل عليها اي اعتداء في باب المندب او في المنطقه دي، في المنطقه كلها، يعني في منطقه القاره الافريقيه. لان زمان كان فيه اعتداءات كتير على السفن، قراصنه البحر، قراصنه، قرانصه، قراصنه، قلتها انا مره قرانصه زمان، لا قراصنه البحر. فلازم يكون في قوات تضمن تامين المكان ده، ودي هتكون مسؤوليه مصر واثيوبيا، ولكن مصر هتكون هي المسؤوله، وابي احمد هيكون هو يعني الصبي بتاع السيسي. واللي انتوا ما تعرفوش بقى، ان بعد ما اثيوبيا تتقسم وهيتفضل اديس ابابا اللي هي هتبقى اثيوبيا، يعني السعوديه والامارات هيكون لهم مصالح رهيبه، يعني هم اللي هيعيدوا تعمير اثيوبيا بمشاريعهم. يعني السعوديه، انتوا الناس بتشتكوا ان ليه السعوديه بتساعد، احنا يا مصريين قلنا لهم ساعدوا، امال مين اللي هيبني اثيوبيا؟ مين اللي هيعمل مشاريع في اثيوبيا؟ اثيوبيا ما عندهاش فلوس. اثيوبيا ما عندهاش فلوس. اثيوبيا تقول لك تعالى اعمل مشروع اديك حته ارض، بس ما عندهمش غير كده. يعني فلوس ما فيش. فالسعوديه والامارات هم اللي هيعمروا اثيوبيا، وكل يعني كل المشاريع في اثيوبيا هتكون من السعوديه والامارات ومصر. ومصر. ولعلمكم المخطط اللي انا قلت عليه، اللي هو اتفاق ما بين امريكا واسرائيل والسيسي وابي احمد، انا متاكد ان السعوديه تعرفه والامارات تعرفه، اللي ما يعرفوش هو السودان، لان ما فيهمش قائد. الحاجات دي محتاجه قياده، السودان ما فيهاش قائد. عماله تتقسم، يعني امريكا مش عارفه تتكلم مع مين. لكن السعوديه ليها قائد، الامارات ليها قائد، مصر ليها قائد، والوضع بيختلف يعني.
والحاجة بقى اللي أنا بشك فيها ولكن مش متأكد منها، إن في احتمال في المستقبل يتعمل مشروع تمرير خط أنابيب مية حلوة من أثيوبيا مباشرة للسعودية تحت البحر الأحمر، إما هتعدي عن طريق يعني أريتريا وتحت البحر الأحمر، أو تطلع فوق للسودان وتخش على وتحاول على البحر الأحمر على السعودية. لكن أنا بيتهيألي إن ده ممكن يحصل، والمية دي تبدأ من بحيرة تانا، لأن بحيرة تانا فيها 50 مليار متر مكعب مية سنويا بيتجدد، والمية دي أصلا أثيوبيا ممكن ما تستغنى عنها لأن عندها مية تانية في أماكن تانية، فممكن المية دي كلها تتوجه على شوية شوية منهم على مصر وشوية منهم على السعودية. يعني ممكن يعطوا 40 مليار على مصر و10 مليار على السعودية يقسمهم بينهم وبين قطر. يعني ده مشروع ممكن يحصل، لأن دول الخليج محتاجة المية. ده مشروع ممكن يحصل، ودول الخليج عندها الفلوس يقدروا يعملوا مشروع زي ده، وأثيوبيا عندها المية. يعني أثيوبيا ممكن عندها مية كتيرة، يعني ممكن تعمل سدود في أماكن معينة عشان تجمع ال 900 مليار متر مية دول. ممكن في سدود تحصل من غير ما تأثر على النيل الأزرق. يعني أنا شخصيا بتوقع إن حاجة زي كده تحصل في المستقبل، لأن دول الخليج هتحتاج مية، لأن المستقبل هيكون فيه مشاكل مية كتير، لأن العالم حاليا العالم دول العالم الأغنياء يعني عايزين يبيعوا المية. يعني حاليا في مخطط عالمي لبيع المية، في مخطط عالمي لتجويع الدول اللي ما عندهاش مية علشان عايزين يقللوا العالم. يعني في يعني دول العالم القطع الأراضي اللي ممكن يعيش عليها ناس في العالم مع الوقت بتقل. ليه؟ لأن درجة الحرارة بترتفع، التلج اللي في القطب الشمالي بيسيح، فالمحيطات والبحار بترتفع، فالمية كل ما البحار ترتفع كل ما البلاد اللي هي على قريبة من المية بتخش تحت المية. يعني مثلا هنا في يعني في نيويورك في أمريكا ممكن فلوريدا دي نصها يضيع بقى في خلال 30 سنة. يعني كل الشواطئ يعني اسكندرية ممكن مية، يعني تخيل مثلا البحر ارتفع نص متر، تخيل كده. يعني انت اقف على اي بحر وتخيل ان المايه ارتفعت نص متر، وشوف النص متر ده هيغرق مساحه قد ايه. يعني في اراضي كتير هتتاكل من العالم. في الوقت نفسه العالم عدد سكانه بيزيد، فالناس الاغنياء عايزين يخلصوا من الناس الفقراء، لان الناس الفقراء بيخلفوا كتير ولا فيش منهم نتيجه، وبيستهلكوا المايه اللي بتقل، وبيستهلكوا الاكل اللي بيقل، وبيستهلكوا الاماكن الاراضي اللي مش موجوده. فدول العالم الغنية عاملة مخططات انها تخلص من الدول الفقيرة، اما بالامراض زي كورونا، ولسه واذا كنت افتكرت ان موضوع كورونا خلص ده هيفضل كده على طول، كل شوية هيطلع فيروس لحد ما تلاقي في فيروس قتل نص العالم. وعلى فكرة الفيروسات دي مصنعة، مش 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 دي تعمدا عايزين الناس الفقيرة، عايزين دول الناس الفقراء تموت. يعني العالم عايز يعني الناس الاغنية، العالم ده له ملاك، العالم له ملاك حقيقي يعني بهركش، في فعلا الناس بتمتلك العالم، بيتحكموا في القرار، والملاك دول عايزين الناس الفقراء تموت. يعني شوفوا مثلا الصين بدأ عاملة سدود منع المية عن الدول المحيطة بها. كل الدول اللي هي دول مصب ودول فقيرة هيجي عليهم وقت وكلهم هيموتوا من المرض ومن الجوع ومن العطش. هيحصل في خلال 50 سنة اللي جايين، ويمكن مش 50 سنة، يمكن في خلال 20 سنة اللي جايين هتبص تلاقي الأمراض زادت والفيروسات زادت، لأن في مخطط عالمي لتقليل عدد سكان البشر. دي حقيقة، يعني ده شيء أنا متأكد منه. يعني فربنا يسترها على مصر، يعني هو ربنا سترها على مصر، لأن موقع مصر ما حدش يقدر، موقع مصر موقع قوي يعني حتى يكون دولة مصب، ولكن دول العالم كلها محتاجة مصر، وعندنا جيش قوي، يعني احنا في امان يعني. لكن كل الدول اللي هي دول مصب ودول فقيرة دول مش في امان، دول قريب قوي يعني مع الوقت هيجي لهم امراض وهيموتوا وهيختفوا. ربنا يكفينا شر البلاوي. المهم انا عايزكم تطمنوا، موضوع السد لازم هينضربوا في خلال ايام، وكل الكلام اللي انا قلته انا ما زلت متمسك بيه في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي قبل كده. ماشيين يا شباب؟ طمنوا نفسكم.
قبل ما امشي كنت عايز اسالكم في قناه اسمها المنصه. الواد بتاع المنصه ابو قرعه ده اخواني، هو الواد ده هربان في اي دوله؟ لا الواد ده بصراحه زودها اكتر من اللازم يعني. يا ريتكم، كنت عايز الناس اللي بيسمعوا القناه بتاعتي يروحوا قناه المنصه دي ويكتبوا فيها الله الوطن السيسي، الله الوطن السيسي. يعني عايز لو مثلا اي رقم هيشوف الفيديو ده روح لقناه المنصه اكتب الله الوطن السيسي، هم يشوفوا كلمه السيسي هينفجروا، ممكن حتى كل واحد يكسر الموبايل بتاعه. يعني لما تخيل كده، لما انت تكون اخواني وبتكره الوطن وبتكره السيسي ولقيت في الموبايل بتاعك كل شويه الله الوطن السيسي، ممكن تكسر الموبايل. اصلهم مجانين الاخوان دول. فروحوا قناه المنصه واكتبوا الله الوطن السيسي. ومثلا قولوا له مثلا يا خروف، قولوا الله الله الوطن السيسي، بلاش هو عارف انه خروف، اكتب بس عشان ما تضيعوش وقت كتير في قناه المنصه دي، هي الله الوطن السيسي. اعملوها هاشتاج في قناه المنصه عشان نكيد قلبهم شويه. وبرده لو انتم بتروحوا القنوات الثانيه بتشوفوا قنوات ثانيه يعني، روحوا القنوات الثانيه برده اكتبوا الله الوطن السيسي. انا عايز الهاشتاج ده ينتشر مش بس في القناه بتاعتي، انشروه في القنوات الثانيه. خلاص؟ وحتى لما ينتشر في القنوات الثانيه هيعرفوا ان القناه بتاعتنا هي اللي بداته، فالشكر هيرجع لينا احنا القناه بتاعتنا. عشان تعرفوا ان الاخوان زباله حيوانات. سمعتوا اللي حصل امبارح في البرلمان التونسي لما يطلع واحد اخواني يضرب نائبه برلمانيه لمجرد انها مش عايزه الاستثمارات القطريه في تونس؟ برلماني اخواني يضرب برلمانيه في قلب البرلمان. عارفين ليه؟ الاخوان بيبصوا للمراه نظره على انها مش يعني على انها مش بني ادمايه. يعني هو الاخوان لما بيشوفوا واحده ست في البرلمان بيتجننوا، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت المفروض تكوني شغاله خدامه في البيت تطبخي وتكنسي وتخدمي راجلك. يعني هم مش قادرين يقتنعوا ان الستات ليهم عقل وبيفكروا. فلما يلاقوا واحده ليها عقل وبتفكر بيتجننوا والله العظيم بيتجننوا. الاخوان يعني هم عندهم يعني في دماغهم ان ربنا خلق الستات دول عشان تخدم الرجاله وعلشان يمارسوا معاهم الجنس. بس. تلاقي كل اخواني متجوز له اربعه. ليه؟ بيروح يدور على اربع بنات اخوانيات برضه عقلهم صغير يضحك عليهم ويقول لهم الدين بيقول اتجوز اربعه، وهي بقى بنت متدينه تقول خلاص الدين بيقول اتجوز اربعه. ويعاملوا البنات ستاتهم على انهم خدامات. يقول لهم ربنا قال المراه تخدم جوزها. يعني بيستغلوا الدين لذل المراه. والمراه الاخوانات اللي متجوزه اخواني بتتذل وهي فاكره ان هي كده متدينه. يعني هي فاكره انها كل ما تقبل الذل من جوزها كل ما هي تدينت اكتر. واخدين بالكم؟ هو ده طريقه يعني الاخوان بيطوعوا الدين للتحكم في الستات. فلما يلاقوا واحده ست ذكيه وبتهاجمهم بيتجننوا. مش قادرين يتكلموا معاها كعقل قصاد عقل. لان هم مش متعودين على كده. هم مش متعودين على النقاش. هم متعودين يعني يعني خرفان يسمعوا الكلام. بتجي لهم اوامر من الاخوان من التنظيم الدولي وبينفذوا الاوامر بدون تفكير. مش متعودين على انهم يفكروا. مش متعودين على انهم يتناقشوا. واخدين بالكم؟ الاخوان لو اتناقشت معاه ما يعرفش يتناقش. لانه هو اصلا ما بيفكرش، هو بينفذ اوامر. فاهمينها؟ كلهم كده، يعني مهما كانت درجاتهم، مهما عليوا في المناصب، كلهم بينفذوا اوامر. امر جاي من فوق لتحت لتحت لتحت، يعني امر بيتدحرج من قمه الجبل لتحت. فمحدش بيفكر، الكل بينفذ امر. فلما يجي واحد اخواني تيجي قدام منه مره اللي هو بيعتبرها اصلا ما هيش بني ادم، وبتتكلم وهي بتنتقده وبتقول له انت حمار باسلوب كويس، هيتجنن. مش عارف يرد عليها يروح يضربها. لان هم عندهم ضرب المراه يقول لك اضربها، ليه الرسول قال اضرب؟ وانا متاكد ان الحديث ده مش حقيقي. يضرب المراه. يعني هو لما بيضربها كان بيأدبها، وشفتوا الفيديو ضربها ازاي؟ الكلب ضربها كده با وبالشلوط. والبرلمان التونسي يعمل فيه حاجه؟ ولا حاجه. لو ده حصل في مصر كان البرلمان المصري فصلوا فيه الحال ورفع عنه حصانه واتحاكم، وكان الشعب المصري علقه. نهار اسود لو ده حصل في مصر وبرلمان يضرب واحد اسود، يا نهار اسود. ده كان ده ما كانش خرج من البرلمان. ده ما يعني كانوا البرلمانيين علقوه. ما كانش خرج، ولو كان خرج سليم كان هيلاقي الشعب مستنيه بره.
بتاعت الاخوان. مهم زي ما قلت لكم اطمنوا، ما تحملوش هم، ما تقلقوش. وصلني كتير الله الوطن السيسي، استمروا فيها لحد ما كل القنوات، عايزكم تروحوا تلفوا على كل قنوات السوشيال ميديا، كل قنوات السوشيال ميديا لفوا عليها واكتبوا الله الوطن السيسي، الله الوطن السيسي. عايز يبقى هاشتاج، هاشتاج. عايز الاعلام المصري يقول في حاجه غريبه في قنوات الانترنت، القنوات السوشيال ميديا بتقول الله الوطن السيسي، وبعدين يدوروا على اساس الهاشتاج ده يلاقيه في القناه بتاعتها، انشروا الهاشتاج ده في كل القنوات. خلاص يا شباب، الله الوطن السيسي. تصبحوا على خير. دي هي البرلمانية التونسية اللي انضربت، اسمها عبير موسى، وده الحيوان الإخواني اللي ضربها، اسمه الصبحي سمارة، حيوان إخواني.